بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، أعلنت شركة دوفر تاور الإسرائيلية وموانئ دبي العالمية الإماراتية عن توقيع سلسلة اتفاقات للتعاون بأنشطة الشحن والموانئ. الشراكة بتشمل التقدم بعرض مشترك بخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي واحتمال تأسيس خط شحن بحري مباشر بين ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر وجبل علي بدبي. كما سبق وتم الكشف عن تفاصيل مشروع للسكك الحديدية اللي بيربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج، وبينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن وصولا للسعودية وسواحل الخليج. هالتطورات تركت أسئلة عدة عن دور مرفق حيفا بعد انفجار مرفق بيروت وبعد اتفاق السلام مع دول خليجية، فشو هو تفسير هالتطورات؟ يبدو أن هناك رغبة يعني في لدى دول الخليج ولدى إسرائيل باستخدام مرفق حيفا كمنطقة عبور لدول الخليج بالنسبة لكل أنواع البضائع الخاصة القادمة من أوروبا أو من أمريكا، على اعتبار أنه البضائع اللي تيجي من أوروبا تمرق بقناة السويس، وبالتالي هيك بيستغنوا عن قناة السويس وبيستغنوا عن مرفق بيروت وبصير العبور مباشرة إلى مرفق حيفا، ومنها طبعا عبر سكة الحديد المنوي إنشاءها إلى معظم دول الخليج. والتنسيق طبعا تنسيق رح يكون كثير كبير بين جبل علي اللي هي المنطقة الحرة بالإمارات وبين مرفق حيفا، هذا طبيعي. وباعتقادي سكة الحديد رح توصل لجبل علي ليكون هيك ساعتها المرفقين تقريبا بيلعبوا دور الترانزيت وبالاتجاه المقابل، يعني مرفق حيفا بيلعب دور الترانزيت من أوروبا ومن أمريكا لدول الخليج، ومرفق وجبل علي بيلعب دور الترانزيت من آسيا، وعلى الأخص يعني من الصين، عم نحكي من الصين، من اليابان، من كوريا، باتجاه الدول الأوروبية وباتجاه أمريكا. لطالما كان مرفق بيروت مركز التقاء للقارات الثلاثة أوروبا آسيا وأفريقيا، وهو من أهم الممرات لعبور السفن بين الشرق والغرب، بيتعامل مرفق بيروت مع 300 ميناء عالمي ويقدر عدد السفن اللي بترسي فيه 3100 سفينة سنوياً، وبتمثل البضاعة اللي بتفوت عليه 70% من حجم البضاعة اللي بتفوت على لبنان. فمن شو بيتألف؟ مرفق بيروت كان بيتألف من 4 أحواض بتتراوح عمقها بين 20 و40 متر، 16 رصيف بتنتشر عليها مستودعات المسقوفة والمكشوفة، وكل الأرصفة مجهزة بمنافذ ماي لخدمة السفن. بيمتلك المرفق 4 مستودعات للبضاعة العامة، 3 مستودعات لعمليات التجميع، 3 مستودعات للسيارات، ومستودع واحد للبضاعة الخطرة. وبحسب عكوش، فمرفق بيروت كان بيخدم 70% من تجارة لبنان، وبعد الانفجار صار بيخدم حوالي 40%، لأنه في أحواض وشركات وعنابر انضربت، وبعد الحريق الثاني زادت الأزمة. المرفق اليوم ما قادر يلبي حاجات لبنان من ناحية الاستيراد بحسب عكوش، اللي سأل كيف بده يلعب هون المرفق دور الترانزيت، ورجح أنه المرفق بحاجة لثلاث أو أربع سنين ليرجع لحجم الاستيراد اللي كان فيه قبل الانفجار. وحكي عكوش عن دور مرفق بيروت الاستراتيجي والمهم بالمنطقة، إذ بإمكاننا استخدامه بمشروع طريق الحرير الصيني. يبقى الحل الوحيد أنه لبنان شو يعمل؟ يروح باتجاه البي أو تي، يعني التمويل الذاتي. فهذا الحل الوحيد، يعني أنه يروح لبنان باتجاه إعداد مناقصة لإعادة إعمار مرفق بيروت وتلزيمه لشركة خاصة تقوم هي بإعادة الإعمار، وهي تستثمر المرفق لفترة محددة. إذن الأمل ما مات بإعادة مرفق بيروت أهم من مكان، فهو له مواصفات متفوقة على مرفق حيفا وغيره من المرافق، لأنه الأحواض أعمق وبالتالي السفن الأضخم فيها ترسي فيه. فإعادة أعمار وتشغيل مرفق بيروت جذب دول عدة وخليها تعرض المساعدة لإعادته لطبيعته، مثل فرنسا، الصين ودول عربية عدة. وبالوقت نفسه ما فينا نغض النظر عن مرفق طرابلس وأهمية تشغيله بشكل منيح بوقت تعليق العمل ببيروت. فهل كل اللي صار صدفة؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.